ايه هالاكله يلي بتعمليها انت وسلايفه نفس طريقه الاكل تبع جنوب الهند، ما حدا رح يصدق انه عاملها حدا من بنارس. مو بالشكل يا اختي، بس انا صار لي من زمان ما عملت هالاكله. بتعرفي المواد صارت كتير غالية، هداك الأسبوع حطيت 100 روبية. ايه عنجد معك حق يا أختي، أنا فيني إلك شغلة مهمة؟ المرة الجاية لما بتعملي هاي الأكلة عندك تبعتيها لعنا فوراً. هلأ ما ضل غير هاي بقى نعملها، بدل ما ناكل لحالنا رح نصير ندوق أكلاتنا لبعضنا وكأنه عم نتعازم، ما هيك؟ اسمعي لقلك هاي القصة، أنا رحت على السوق لجيب فواكه، سألت عن التفاح وكان الكيلو ب220 روبية. هالفاكهة كتير متوفرة وهيك حقها معقول؟ وتخيلي إنه أسعار الفواكه هيك وفي أغلى كمان. إيه عن جد؟ كل كلامك صحيح، الأسعار صايرة غالية كتير، ما عم نقدر نعرف شو نجيب وشو ما نجيب، الأسعار ما عادت عم تتحمل. هلأ شوفي شو صار اليوم، دولو طلب مني سيارة تحكم عن بعد من كم يوم وأنا وعدته جيب له إياها، بس كل المصاري اللي أخذناهن انصرفوا على الأكل وغراض البيت، ما قدرنا نجيب له السيارة، شو بدنا نعمل؟